يقول هذا مدرس، يقول ما حكم تعليق الصور التعليمية التي لذوات الأرحام التي لذوات الأرواح في المدرسة؟ لا يجوز هذا، حرام. تعليق الصور ما يجوز لا في المدرسة ولا في البيت ولا في المكتب، كل هذا حرام ولا يجوز، وهذا من تعظيم الصور واحترامها. ولا تدخل الملائكة في بيتا فيه كلب ولا صورة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على فتحة في الجدار نمرقة لعائشة فيها تصاوير أبى أن يدخل، وغلظ عليها النكير حتى هتكت الستارة وجعلت فرشا تداس. نعم.